بتكليف من مجلس الوزراء، تقوم شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعة البترولية المتكاملة كيبك بتجهيز مستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض. نعم، حيث تتولى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك أعمال البناء، فيما تتولى شركة نفط الكويت أعمال تجهيز القاعات والمساكن بالأثاث والمعدات الطبية والكهربائية. تتعاون شركة نفط الكويت مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك في تشييد وإنجاز وتجهيز مستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض. المشروع يضم 4 قاعات بسعة استيعابية تبلغ 1200 سرير. تم تسليم القاعة رقم 4 منها و814 مسكنا للطاقم الطبي من أطباء وممرضين وعمال. دور شركة نفط الكويت هو تزويد في طبعا القاعات او السكن في كل ما يلزمه من معدات طبيه، اثاث، كهربائيات. باقي الاعمال يعني كان عن طريق اللي هو كان التعاون الوثيق مع شركه كيبك. قمنا بتوسعه وعمل بنيه تحتيه جديده لقاعه رقم 8 حاليا، وهي عبارة عن يعني دورات مياه مع أماكن مخصصة للهانديكاب وديسبوزل أريا مطابقة لوزارة الصحة. مواصلة الليل بالنهار لإتمام الأشغال في الوقت المطلوب، تزامن تنفيذ المشروع مع الحظر الكلي وشهر رمضان المبارك والصعوبة في الحصول على العمالة المناسبة ومواد البناء الضرورية، أبرز التحديات التي واجهت المنفذين، لكنهم اجتازوها وباشروا الأعمال. كان مطلوب منا أن ننجزها في أوقات قياسية بالنسبة لنا كانت غير مسبوقة، فعملنا المستحيل، وصلنا الليل مع النهار لإنجازها في أوقات لا تتجاوز الأسبوع والأسبوعين، سواء هنا أو في أماكن أخرى. وأيضا كون ان البلد كانت تحت الحظر، فكان في صعوبه شوي في الحصول على المواد وعلى العماله المطلوبه. اسره هاي ستاندر توزيعتها، ليس توزيعه، احنا قاعد نوزع يعني شيء مؤقت، احنا قاعد نشتغل شغل شيء دائم، يعني شيء دائم عشان نعطي الراحه للدكتور ونعطي راحة للمريض. من المتوقع أن يصبح المشروع جاهزا للتسليم أواخر شهر يوليو المقبل، ليكون بذلك ووفق المشرفين عليه المستشفى الأضخم في المنطقة لاستضافة مرضى كوفيد-19. بين تجهيز القاعات لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 وتشييد المساكن لاستضافة الكوادر الطبية، تشهد أرض المعارض أعمالا على مدار الساعة لإتمام الأعمال وتسليمها في أقرب وقت ممكن. من أرض المعارض، جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.